السلام عليكم متتبعين ديال هذه القناه. هذه غادي نبداو سلسله ديال الفيديوهات ديال هذه القناه هذه من حديقه ديال اولا. هذا هو المدخل الرئيسي ديالها من بعد ما تم التهيئه ديالها. اطار بعد ما تم التهيئه ديالها اطار التهيئه الحضاريه 2020 2024. اذا هذه هي انا هو المدخل كما كتشوفوا. تقريبا كاين شي اربعه الابواب. كاين هذا المدخل هذا، نحاولوا ندخلوا مع هذه الجهه هذه. يعني تم تهيئة الجميع من الإنارة من جاردينات. أشجار وما إلى ذلك. بالنسبة للجردارة تم الافتتاح ديالها في وجه العموم بالنسبة لسكان مدينة أكادير والنواحي، وبالنسبة للزوار ديال المدينة راه تم الافتتاح ديالها. الجردة كتوفر على اربعة الابواب، توفر على البناية هادي. غنحاولو نشوفو شنو بالضبط داك البانو ديالها شنو فيه. البناية هادي مركز التعريف بالفن الصخري أكادير، يعني اللي عنده الإلمام ديال بهاد الفن هذا ديال الفن الصخري. بالنسبة اللي عنده مع هادشي هذا راه دايرين لكم هاد المركز هذا كما كتشوفوا. مركز بالنسبه لي متام راه كاين مركز كما كتشوفوا. غنحاولوا نكملوا الجوله ديالنا في هذه الجرده هذه. غنحاولوا ناخذكم فيديوهات كل مره، غنحاولوا ندير لكم فيديو على المهم على جوج المشاريع ديال مدينة أكادير اللي تم التهيئة ديالها مؤخرا. ف من مدارات من شوارع المدينة من تقريبا من كلشي. كل مرة نحاول نديرو لكم فيديو كما كتشوفوا. ندخل هو هذا المدخل ديال وسط حديقة أولاو هي هادي. كاين هاد البارتي هادي. بالنسبة للأطفال بالنسبة للجمعيات اللي كيديرو الأنشطة بالنسبة للمدارس كما كتسمعو الأصوات ديال الدراري. غنحاولو ناخدوكم في هاد الفيديو هذا باش تعرفوا على الحديقة كاملة شنو فيها بالضبط. الجردة فيها كل شيء تقريبا، فيها كراسة، فيها الإنارة، فيها لا سيكوريتي كاينة تقريبا شي كاين.
هذا غيكون اول فيديو في القناه. كنتمنوا تشجعونا باش نقوم بفيديوهات في القادم من الايام. نحاول ناخذ هذه الزاويه هذه. حديقة أولها والامبلاسمون ديالها بالضبط كيجي في طالبرشت شارع كينيدي قرب المقاطعة الحضارية الأولى. ها هي كما كتشوفوا بالقرب. هاي طالبرشت هو راه استفد من حكومة الحضارية من شوارع وإنارة و لاسينيسمون وما إلى ذلك. ناخذكم في هذه الزاوية بالضبط. بالنسبة للأنشطة ديال الأشخاص الذاتيين والجمعيات وما إلى ذلك، أو واحد الباب آخر من بين الأبواب، ولكن ما فاتحين غير الباب الأمامي وباب الجهة الأخرى. نشوفوا هنا شنو فيه. نحاول نقرا لكم هذه اللافته هذه شنو فيها بالضبط. هذو صور قديمه المدينه ديال اكادير بالضبط كما كتشوفوا. ها هو المسجد ديال المرصى سابقا سنه بالضبط. ما دي ما انتوا شوفوا هذه حتى هي هذه المرصى. المرصى نحاول نقرب لكم هذه الخساره والالم الناتج عن هول الكارثه تنتهي الى تاثير مضاد لهذا السبب. مثل هذه المعارض تنتهي بان يفقد المشاهد احساسها، فبدلا ان تساهم في فعل حقيقي لنبش في الذاكرة وتشخيص لها والفاجئة، يصل إلى عدم قبول الواقع المرعب بل يرفضه على عكس المطلوب. تنتهي مثل هذه المعارض إلى التحول إلى أداة تمنع لعبة الخيال والتأمل. لا نستطيع أن نشاهد ما لا نصدقه. فالمشاهد المؤلمة التي لم نعيشها تصيبنا بالعمى تماما، مثل ما ننبهر بضوء يخطف الأبصار. كيف نحفز خيال لا يمكن تصوره؟ سواء عرضنا أو لم نعرض، فهذه الكوارث تضعنا أمام مهام إعطاء معنى للألم الآخرين. إنها الحاجة إلى ضرورة تفاعل مع الأحداث والتماهي مع أولئك الذين عانوا هول الكارثة وأخذوا رواياتهم من الحفاظ عليها ودمجها في حياتهم. تقريبا كيدوب على ما كنظن كيدوب على الزلزال 1960. هذه صورة من أكادير وفلا اللي حتى هو غادي نحاولو نديرو عليه فيديو في قادم الأيام من الفوق إن شاء الله. كيما كتشوفو المدينة تقريبا معظم الأحياء كيبانو من هنايا كطالبارشت و باطوار زون توريستيك كما كتشوفوا. حاول نشوف الصورة تا هي ونكملوا الجولة ديالنا. هاد الشارع كتشوفوا قبلتنا هذا شارع الجيش الملكي
نحاول نكمل الجولة ديالنا. المعالم ديال الجرة فين هاد هاد الاسباس هذا؟ بالنسبة منهم اللي كيبيريح الاسباس هذا تا هو زوين صراحة. كيتصادف الفيديو ديالنا مع واحد النشاط ديال واحد المدرسة، كيف ما كتسمعوا الأصوات ديال الدراري الصغار. عندهم شي نشاط هنا مهم. كيحاولوا ياخذوا يعني الشجرات اللي تم الغرس ديالها هنايا، كيتم كيحطوا واحد لوحة تعريفية على النوع ديال الغرس كما كتشوفوا. حديقة أولى الاسم اللاتيني ديال سميتو العائلة ديالها، الاسم بالعربية والاسم بالفرنسية والأصل ديالها من كاين من جا، والوصف استعمالات منظرية يعني واش كدار في الشات الجماعي وعاء وحاجز نباتي. هنحاولوا نمروا من هنا. هذا ما نصوروش الوجوه ديال الاشخاص. هنكملوا في هذه الضيفه هذه. ما كان القمامة هذا هو الخلف بالضبط ديال حديقة أولى. كتشوفوا اسباس فير هاد الممرات هادو. كاين تا اسباس ديال الالعاب بالنسبة للاطفال. غنحاولو نقوم بالتصوير ديالو. ناخدو هاد الزاوية من هاد المجسمات هنا بالنسبة لي. كاين لي طواليت ولا ناخد هاد الجانب هذا من الجردة. الجردة تبارك الله راه كبيرة نوعا ما متكاملة. ربما هذه الغرفه ديال الغرفه ديال الرسم بالنسبه لي عندهم ميول ديال الرسم. كاين هاد الاسباس ديال الدراري كي كيلعبو كاين بعض الحواجز ما الى ذلك. بالنسبه للماء تاهو راه كاين. هدا
هذا هو الباب الجانبي اللي شفته هو فوق العمود. كما كتشوفوا هذا هو الباب. حيط البرج غنحاولو نديرو عليه فيديو تا هو في الشوارع اللي تم التهيئة ديالها. بلا واحد على جول الجردة كاين لوحات ديال تعريف بالنباتات اللي كن الزرعة ديالها هاد المكان. هذا كاين واحد لاسباس هنا ديال الدراري الصغار فين كيلعبو مبغيناش نصورو حيت فيه الناس تفاديا. الطواليت ديال الجردة هما هادو. هاد المراحيض ديال الريجه كما كتشوفو. مراحيض ديال النساء كنظن حتى لهنا غيسالي هاد الفيديو هذا في انتظار فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات لا يكونوا على القناه. الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.